بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام علي أحمد عبد الموسى أرضي سؤال هذا وحن إن شاء الله تعالى سوق قد برينا مادة التربية قلاس كوبات كارهان مادة فقه هاي دقيس كافريكا أرضي هراء وحوصو قادتين درسي هراء طهارة إن طهارة إلهي سبحانه وتعالى وينفري إن إلا الظاهرية صدح ميلاد أيات صوليقتين ويكمل هذه البدن هي وشركة الملابس والركة هي مكان الصلاة وقوبة اللي قلت كنين إن شاء الله تعالى ما أنتنا وحن قادنا إن درسي اللواد وقصة أبصن صفة الوضوء هبك اللو ويسيستو ويسيد الله قاطو إن صفة الوضوء أنوي الوضوء وأقول بسم الله أغسل كفي ثلاث مرات أتمضمض وأستنشق ثلاث مرات أغسل وجهي ثلاث مرات أغسل يدي إلى المرفقين ثلاث مرات أمسح رأسي مع أذني مرة واحدة أغسل رجلي إلى الكعبين ثلاث مرات عشر كين أرضي وحكسها بسي هي صفة الوضوء هبك اللو ويسيستو قد بدنا نترين دونا وصيوك له الرئيان ما مرك اللو ويسيسان يعني اللوك له الرئيسيني كو أنوي الوضوء ويسيد أي النييني ومان كي يمسكح لكو قبانا يا إنا ويسيسيني وأقول وحنرانيا بسم الله مقع إلهي بانكو بلاوي مركا ويسيد النيي مقع إلهي بانكو بلاوي ويسد الدول اللي نو وجدي ما رفع بدنه كرنا ولا نو وجدي مركن شيء براو إنه إنه مقع إلهي كبراو أنوي ونيين يا الوضوء ويسد يا نيين يا وأقول وحنا رنا يا بسم الله مقع إلهي بنك براو أغسل وان ما ريا كفي الله بدأ إذا كف وما الله بدأ جعمات توه الرئيس كف كا أيام ما ريا كفي وكف كجعمات توه الرئيس يا كف لا إله أغسل وان ماريا كفي الله بدأ إذا كف وان ماريا والله بدأ قعمود إنتو ده رأي كف لا إله ثلاث مرات صدح شرب وان ماري مركم ويسيسين يو الله بدأ إذا كف وان ماريا صدح شرب وان ماري صدح أتمضمض وان لغلقنا يا أتمضمض وان لغلقنا يا وحوي بيها يا رف كل رغاتنا يا تحريك الماء في الفم وأفكو بيها لغل رغاتيو وأستنشقه وأن صندار سنايا صندار سيقو وبيها ينسنك كويريا إمي سجر ثلاث مرات صدح جر أيان محايا هاي توري أن لغلغانيا وأن صندار سنايا أفر أغسل وجهي وجهي أيان ميريا ثلاث مرات صدح جر وجهي ميريا وجهي نوحان ميريا صدح جر أيان ميريا شن أغسل وان ميريا يدي لبضا إذا قعمود يدي لبضا إذا قعمود إلى المرفقين إلا لبضا الصحل قعما مركو هركفكو كليا ميريا لكن مركان دموحان ميريا إلى المرفقين إلا لبضا الصحل أيان ميريا إمي سجر بان ميريا ثلاث مرات صدح جير أيان ميريا صدح جير أيان ميريا قعمها إلا هلكي إلا الصحل هل كان دحل لكم تشوجينيو إلا عدود الله ما يري إلا قرب كلمة جارسيني لكن وحلا ما يري إلى المرفقين إلا الله بذا الصحر إم سجر بان ما يري أرضا ثلاث مرات صدح جريا ما يري ليه أمسح وان مسح يا رأسي ماذا حيقة مع أذني يجي الله صعدان الله بذا قعمود يجي الله بذا لجود بنو كذا عفوا مع أذني لبذا لجود يجي الله صعدا أيام ماذا حيقة مسح يا أمسح وان مسح يا رأسي ماذا حيق أيان مصحي أو حق السران كم مصحي يا ماذا حيق مع أذنية أيقوا اللي بدأ دقودنا الله السعودان اللي بدأ دقودنا وان مصحي يا أيقنا هوس يكر الله بدأ وان كم مصحي إمي سجر من سمعين يا سداس ماذا حيق لقاها مصحي مرة واحدة هل مرء قرى أيان سداس مين وأغسل رجلي أغسل وان ميريا رجلي لبضا إذا اللغات بان ميريا إلى الكعبين إلا الله بقنوط
boqonta waa lafta dheer ee ku taala cagta ayaan soo gaadhsiinayaa maydhidda cagta aan meedhay. Aqsilu waan meedhaya ardayo, rijlaya labadayda lugood ayaan meedhayaa, ilal kacbayni ilaa labada boqnood aan soo gaadho ayaan meedhayaa. Imise jeer baan meedhayaa? Thalaatha maraatin, saddex jeer ayaan meedhaya, saddex jeer ayaan meedhaya. Darsigeennani marka ardayo idinka arkaya wuxuu ku saabsan yahay waa habka loo weysaysto. Habka loo weysaystaana wuxuu koobsanayaa toddobadan qodob iyo sida ay u kala horeeyaan inaad u samayso. Haddaad qodob mid mid ka horreysiiso, weysadaadi ansixi mayso. Waa inay isku xigaan adigoo mid walba qaadaya tallaabada lagu sheegay. Aynu ku celinno mar labaad, sifatul wuduu'i waa habka loo weysaysanay. Anwi waa niyeynaya, alwuduu'a weysada ayaa niyeynaya. Wa aquulu waxaan odhanayaa, bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa. Laba, aqsilu waan meydhayaa, kafaya labadayda kaf ayaan meydhayaa. Thalaatha maraatin, saddex jeer ayaan meydhayaa. Saddex, atamadmadu waan luqluqanayaa, atamadmadu waan luqluqanayaa. Wa astanshiqu waan sandaarsanayaa, wa astansiqu wa astanshiqu waan sandaarsanayaa. Thalaatha maraatin, saddex jeer ayaa maxay tolay samaynayaa madmadada oo ah luqluqashada iyo sandaarsiga. Aqsilu waan meedhayaa, wejii wejigayga ayaan meedhayaa. Thalaatha maraatin, saddex jeer ayaan meedhayaa, waa qodobkii afaraade. Qodobka shanaadan samaynayo markaan weysaysanay oo ah habkaan u weysaysanaya waxa weeye, aqsilu waan meedhayaa, yadayya labadayda gacmood ayaan meedhayaa. Ilal mirfaqayni, ilaa labada suxul ayaan meedhayaa. Thalaatha maraatin, saddex jeer ayaan ardayo meedhay. Qodobka lixaad ee ka mid ah habka loo weysaysto, amsaxu waan masaxayaa, ra'sii madaxayga ayaan masaxayaa. Maca udnaya, iyagoo ay la socdaan labadayda dhagood oo iyagana waan masaxayaa. Madaxa iyo dhegaha labadaba waxaan isku masaxayaa. Maratan waaxidatan, mar keliya ayaan wada masaxay. Qodobka ugu dambeeya aan ku soo gabagabaynayna waxa weeye, waa qodobka toddobaad oo ka mid ah habka loo weysaysto. Aqsilu waan meedhayaa, rijlaya labadayda lugood ayaan meedhayaa. Ilal kacbayni ilaa labada boqnood ayaan meedhayaa. Thalaatha maraatin, saddex jeer ayaan meedhayaa. Habkaasi waa habka loo weysaysanayo ee qof kasta oo doonaya inuu salaatu kada u weysaysanayo. Haddaanad habkan marin ardayo, salaadaadi ansixi mayso, weysadaadi waxba ka khaldan. Habka waa inaad raacdaa. Darsigeennu halkaas buu inoogu joogayaa. Naktafii bihaada alqadri wa ilaa liqaa'in qariib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.